السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل الأحوال. النهاردة هنشوف مع بعض نوع من أنواع التنسيق والجمال، ولكن بطريقة مختلفة شوية داخل الحديقة أو في المسطحات المفتوحة الكبيرة. حلقة النهاردة هتدور حوالين تصميم اللاندسكيب الصحراوي أو الحدائق الصحراوية، فخليكم معانا لنهاية الحلقة علشان نعرف أكتر عن هذا الموضوع. الحدائق الصحراوية بتعتمد في تصميمها غالبا على الصبريات والصخور، سواء الصخور النارية أو الصخور العادية، وتصميم اللاندسكيب الصحراوي ده بيكون مناسب جدا للمناطق اللي بتكون المية فيها قليلة بدرجة كبيرة ودرجة حرارتها مرتفعة. والحدائق الصحراوية نمط مختلف بيبعدك عن النمط التقليدي في تنسيق حديقة بيتك، واستخدام الحجارة وقطع الصخور في تزيين الحديقة ده أصلا أسلوب أصله ياباني بيخلي الحديقة تبدو وكأنها طبيعية. حضرتك نسق أحجارك وازرع بجوارها نباتات زي الصبريات وبعض المفترشات زي الأبتينيا وزهور الدرسومبيريا، واستمتع بكامل وقتك داخل حديقتك. حضرتك بتوزع صخورك وصبرياتك بأشكالها المختلفة داخل المكان، ولكن أنصحك بالاستعانة بمتخصص في اللاندسكيب علشان هو هيكون على دراية أكبر بطبيعة نمو الصبريات المختلفة واحتياجات كل نبات منها سواء للإضاءة أو للري، وهيقدر كمان ينظمهم حسب طبيعة نمو كل نبات، كمان هيقدر يوزع الإضاءة الصناعية عليها بشكل منظم. وبالطريقة دي في النهاية هيكون عند حضرتك حديقة بتشبه اللوحة الفنية، وهيكون ليها طابع مختلف ومميز. وحضرتك لازم تاخد بالك ان الممشى داخل الحديقة الصخرية لازم يكون بيفصله مسافة كافية عن الصبريات، لاننا كلنا عارفين ان معظمها بيحتوي على اشواك. وكمان ممكن حضرتك تنفذ هذه الحدائق الصخرية في احد اركان الحديقة عموما على سور التلال او شلالات داخل الحديقة. ومن ابرز مميزات التنسيق الصحراوي ده انه بيستهلك كمية مية قليلة جدا جدا، وبيتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وحاجته للصيانة بتكون قليلة جدا جدا، وكمان بيدي جمال غير عادي للمكان بأكمله. والحدائق الصخرية أو الصحراوية رغم روعتها اللي بتكون بشكل كبير جدا جدا، لكن الآراء بخصوصها بتكون متفاوتة بشكل كبير بين متحمس ليها ومعارض لفكرتها، مع إن الصبريات مختلفة الأشكال والألوان وفي البعض منها بيدي زهور جميلة جدا جدا، لكن على رأي المثل لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. بكده تكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم، وياريت يا جماعة نشير الفيديوهات لبعض علشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفيد. نراكم على خير إن شاء الله. دمتم بود، في أمان الله.